يعني اول مره تنزل جنب كابتن خطيب كنت حاسس بايه؟ يعني انا ما كنتش بتكلم، انا ممكن لو نزلت جنب كابتن خطيب اديله الكوره ومش عايز عايز اتفرج عليه يعني. يعني يبقى جنب لازم اديله الكوره، ده كابتن خطيب ده، انا لو هروح اجيب جون لازم اديله الكوره بجد. بعدين تديله الكوره ليه بيرجعها لك تاني؟ واحد بحجم كابتن خطيب وانا 18 سنه لا هياخدها هو لا يديك. وبعد ما ادهاني رحت رافعها عادل عبد الرحمن جايب جون، فقال لي فرجع قال لي انت كويس، قال لي برافو. يعني هو بيقول لي عليا انا ان انا اللي رفعت الاوفر صح. أيوة. يعني اديتها له على خط الجون حطها يعني مثلا. طب على ذكر كابتن انور سلامه يا كابتن، ليه دور كبير في حياتك، تاثير